السلام عليكم بنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ احوالكم بخير؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. ما اول حاجه كنبغي نرحب بالبنات القدام والجداد وكنقول لكم مرحبا والف الف مرحبا. واليوم في اطار نظام اللي شحال هذه ما شاركت معكم شي حاجه. المهم اليوم بغيت نشارك معكم هذا المنظم ديال العطريه اللي زوين 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 بزاف البنات ونافعني. وديما كنقول لكم البنات الحاجه ملي كتكون منظمه وديوركم ملي كيكونوا منظمين كيسهال عليكم الشقه وكيبقى لكم الوقت الاولاد ديالكم والازواج ديالكم وحتى لريوسكم. المهم كيف ما كتشوفوا هذا المنظم غادي نشارك معاكم منين خديته كل شيء. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو ان شاء الله وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. المهم البنات كيف ما شفتوا المجر ديال العطريه، انا ما كنبغيش نخلي العطريه معلقه في الحيط ولا شي حاجه كتبين لي الكوزينه مرونه. المهم الناس اللي ما عندهم اللي عندهم مسافه ولا الناس اللي كوزينتهم كبيره وعندهم فين يديروا العطريه يخبيوها احسن ليهم. المهم كيف ما كتشوفوا دابا غنحاول ننظم هذاك المجر ديال العطريه هذاك وغادي نحولو من تما وغنديرو في واحد البلاصه اللي حدا قريبه للبوطه باش يجيني ساهل باش نطيب. كيف ما كتشوفوا انا خديت هاد القريعات. كيف ما كتعرفوا العطريه ما خصهاش تبقى البنات بزاف يعني مطحونه بزاف مده طويله. انا خديت هاد القريعات مناسبين ليا كيف ما كتشوفوا، فيهم هاد العيبات هنا، فيهم الا بغيتي تكبي العطريه بزاف من هنايا يعني عمليين وعجبوني. وبالخصوص ديال الجاج هادو خديتهم كاملين هادو ومعاهم هاد الدواز هذا ديال العطريه ومعاهم هاد ستيلو هذا باش تكتبي ولا هاد الماركر هذا باش تكتبي ومعاهم هاد لي ستيكر ولا هاد اللصقات هادو اللي كتلصقي فيهم هادو فيهم هادو خاويين باش تكتبي فيهم بزاف البنات. ها نتوما وخديت هاد المنظمه هادي اللي غادي تنفعني بزاف وديال الخشب وممكن البنات اللي في المغرب يصيبوها عند النجار غادي تقام عليهم رخيصه علينا حنايا. هنايا انا شريتها واجده هذه زوينه وغادي تنفعني كيف ما غتشوفوا في الفيديو. البنات من بعد ما نظفت انا المجر ديالي ودرت لي هذا البلاستيك هذا ولا هذا الكافر اللي كنديروا انايا في البلاكارات وفي الكوزينه كامله تقريبا عندي فيها هذا كيحمي لينا البنات الخشب باش ما الا طاحت شي وساخ ولا الماء ولا هذا ما يتنفخش لينا. دابا غادا ندوز البنات غادي نحط المنظمه ديالي في هذا الجند هذا. انا ما تمنيتها يعني كنت كون قند المجر كامل ما لقيتش هذه هي اكبر وحده لقيتها خديتها. إيه ان شاء الله نمشي للمغرب ونصيبها عند النجار نجيبها ان شاء الله. دابا البنات من بعد ما نقيت هذاك الشيء غادي نجبد هذا المجر اللي كانت محطوطه ليا فيه العطريه كامله وغادي نعمر بها القراعي. فرشت هذا الالومنيوم الا عندكم شي ورقه ولا شي حاجه فرشوها باش ما تعمرش لكم الطبله. وغادي نبدا انا كنكب في العطريه ديالي كامله. شفتوا هاد الدواز شحال زوين البنات وعملي. ها نتوما زوين دغيا كيدوز لينا البنات العطريه وكيسهل علينا بزاف ديال الحوايج. ها نتوما كيف ما كتشوفوا انا غدا نبقى تنكمل القراعي كاملين وندوزو باش نكملو. كمون انا كنجيب العطريه البنات قليل كنجيب غير شويه وكنطحن ومني كتسالي ليا كنعاود نديرها باش كتبقى ليا فريش وكتعطيني الماكله كتكون لذيذه البنات. وبالنسبه لهادو البنات هادو كاملين انا خديتهم من امازون كاملين المنظمه ديال الخشب والقريعات والستيكر كلهم القريعات والستيكر كيجوا بوحدهم دوك اللصاقات مع القراعي كيجوا بوحدهم. ديك الخشيبه ولا هذيك المنظمه حتى هي بوحدها. كيف ما كتشوفوا هنايا انا كملت كل شيء في العماره باش تسهل عليكم نتوما القاديه اللي عمرتوها ديروا ليها اللصقه ديالها باش ما تصعبش عليكم في الاخر. انا تساليت كل شيء عاد درت ليهم اللصقات ديالهم وهانتوما كيف ما كتشوفوا الشكل ديالهم. وهنا البنات من بعد ما كملناهم في التلصاق كاملين ودرنا لي ستيكر ديالنا غادي نبداو باش ننظموهم في المنظم ديالنا.
بالنسبه للبنات لهذا المنظم، المزايا اللي فيه هو انه ما كيخليش العطريه ديالنا تدفق. بعض المرات كنكونوا مزروبين وكنكونوا مزروبين وكنخليوا القرعه محلوله، هذا كيبقى هازها كما كتشوفوا الفوق، سو ما كتدفقش لكم العطريه. انا هنا غادي ندير العطريه ديالي اللي غادي نبغيها نديرها، يعني ديما راكم عارفين حنا المغرب البزار الملحاس كينجبر داكشي اللي قريب هو اللي غادي، داكشي اللي كنستعمل ديما هو اللي غنقرب حدايا، والاخرين اللي كنستعمل مره غادي نديرهم هما هكا، كنبقى غاده ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. الشكل النهائي ديال المنظم ديال التوابل والمنظم العطريه ديالنا. هنايا حطيت العطريه اللي كندير ديما حدايا هي القدام، الملح البزار وداك الشيء، والهيها البنات درت هاد الانواع ديال الملح اللي كنشريهم ضروري كنحتاجهم، والهيها درت هادوك العطريه ولا التوابل ديال باكستان وديال الهنود اللي كنستعملهم، كتعجبني الماكله ديال باكستان والهنود اللي ان شاء الله غادي نشاركهم معكم كيفاش تصايبوهم في الدار. والهيه بقى لي واحد الفراغ درت فيه قريعات خاوين اللي لا تهرست شي قرعه غادي نحتاجها، وهذا هو الشكل النهائي البنات. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، واي حاجه كنقولها لكم ديما البنات كتفرحكم، النظام هو اللي كيفرحنا البنات. ملي كندخلوا لديورنا وكنلقاوها منظمه كيسهال علينا الشقه، وكتسهال علينا ملي كنكونوا غادي نتقداو، وبزاف ديال الحوايج اللي غنشاركهم معاكم بين هنا لقدام اللي انا فايديني في حياتي البنات، ماشي حيت نتوما ما كتعرفوش، انا هنايا غير الحاجه اللي كتنفعني في داري كنحاول نديرها ونبارطاجيها مع البنات. وديما كنقول لكم البنات دعيوه ديال الخير اللي هي الاساس ديالي، اللي كيبغيني يدعي معايا دعيوه ديال الخير ولكم بالمثل حتى نتوما. وهذا الشيء كامل البنات كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم. ولا عجبكم البنات الفيديو ضروري قانون ديال اليوتيوب لايك والاشتراك، وحتى هذوك اللي كيديروا ديزلايك غير يكتبوا لي علاش شنو اللي ما عجبهمش، وحنا راه كنا كنتعلموا، حتى واحد ما هو كامل مكمول، حنا كنا كنتعلموا. اللي كيدير ديزلايك يكتب من التحت ها علاش ها علاش ها علاش، ومرحبا بالتعاليق ديالكم السلبيه ومرحبا بالتعاليق الايجابيه اللي كتعطي الطاقه الايجابيه، وكنشكركم وكنبوسكم كامل.